في مملكة العمامات كلها تشنكش كلها تفري ما دامت دوا بلاش كلها تبيع وكلها تشري فينا الظابط فينا الهابط فينا كمامة والدوب وفي اللي نقص في اللي عايش في طابور ويا تلولة ارخي لولة ما تعديش حرابش تدفتي تدوي ترغي تلقى روحك عند رابش خدوها فاقش مش دوة ارخي تحوم بجودة بيكم نورتونا في الريسوم. عبد الله شيني ميني. عذرا سيادة الرئيس، لا يمكنني الاستمرار مع هؤلاء، لم أفهم شيء، رأسي دم. وكلما علموا أنني من السرغال يسألونني هل تعرف الحاج ضيوف؟ إنها ليست عيشة. ما اسم الحزب الذي كنت تترأسه في بلدك؟ العصبة الديمقراطية. ماذا؟ كان ذلك خطأي. رن يا معلم رن، جيبوا له فازلين يدي تقشروا من الجري. تلعب مع الغشيم يغشمك. ارقد. تقداش فيها كوار ليبيا ولا الكارتة؟ الكارتة فيها خمسة أربعة نزل واحد يجري. تلعب خوه. تم أخوه معلم، خشيته على نسيب أنت. تلال أحرايمي هو ماش بنلعب. استقيل، دير روحك مبعوت، بعتوك لشارعنا تلعب كارتة ضربوك بخناق. رسمي شن قصتهم المبعوتين اللي يخدم شوية يستقيل؟ بالك ما نزلوش في الإفراجات. خود لك أي هذا واحد تبعت له مبعوت أمامي تمندوب بورزات وقلبه فيك. السلام عليكم. رسمي بعتين مندوبة جديدة. بتجي تندب وتروح. لبنانية. تندب اللبناني. ولك ما ضميتي بيتك، بدك تعملي عصباي؟ لبنانية أمريكية، يستر الله على البلاد. المشكلة أنهم يقولوا أن الحل ليبي ليبي، والمندوب اللي يستقيل يقول أن الليبيين يحبوا الفساد ما يبوش يتفاهموا، والشعب راقب ما يبيش تغيير. يصلوا على طرفهم بسلامتهم حتى أمه. الشعب متنبه، يستنى في قوة خارقة تغير الوضع بين يوم وليلة. تعب متواجه، حل خارجي تل داخلي مش موضوع. أمهم نتعش. تتأسف لبلادك كيف حرب يبدوها صغارها ويوقفها برانية. الله يرحم كان يجيب فيهم يولعوا له في سباسي. تو مندوب صفحة بالإنجليزي يخوف أكبر كبيرهم. الحصيل وش الموضوع هذا؟ تتلاقى مع أطراف النزاع وبتحاول تدير توافق. تتلاقى مع الخضرة وبتحاول تدير سلطة. وإحنا محسوبين على الشبه. لا والله. أنت مني؟ فريق الوطوات. بابا يحكم ساسيلك قدود ياشار. وهذا؟ هذا خجول هواي تجمع الطوابع والدروع. وانت؟ فريق المقاولات. 56 سنة دولة. بابا يحكم وانا نفري واللي نفذ مجاش عند عرس جانا مشروع سميناه حياة. قصدك ليبيا الغد؟ وذا بنها مشاريع فاشلة ونظام فاشل، ليش تكملوا فيه هنا؟ وانت مني؟ انا صاحب الزرع. صاحب البار بالله يرقى. نستاذني يا اولاد فريقي السابق ما نقدرش نحتفل. وانت مني؟ مواطن كالح 270 طابور 7 سنين افراجات 5 سنين مستحقات 13 سنه فروقات 14 سنه حرب ومعي الطيب لا قدر لا قيمه مره يركب مره ينزل مره يعوم. شو موضوعكم؟ جيناكم اليوم في تحدي، كان قدرتوا تعيشوا عيشتنا يوم واحد بس سيبوا لكم البلاد ونحرقوا جمله. وهذا مني؟ هذا وقف طابور سحب بعطوه 50 قالوا له ما تمشيش، وقف في طابور يداع قالوا له ما تمشيش مشى معجع. وهذا مني؟ وهذا نمر نمر حلم نمر ابنا. حسبي الله ونعم الوكيل.